ايوه حبيبي. دلوقتي انت عندك انظمه تشغيل كتير يعني زي عندك نظام تشغيل الويندوز، ويندوز، لينكس، لينكس، يونكس، لينكس ويونكس. ايوه لا دعم دول اكيد طبعا. لينكس يونكس كلينكس. لكن انا بقى جبت لك نظام تشغيل الدوس. واتس هيل بتاع الدوس اللي هو الديرتي اوبريتنج سيستم. ديرتي ديرتي يا ابني، ديرتي يا ضنايا، احنا بنتكلم في التكنولوجيا مش في بلعات يا ابني افهم. يا هو اسمه ديرتي اوبريتنج سيستم مش ريحته، يعني هو اسمه قذر. لكن استنى قبل ما نتكلم في الموضوع ده، انت مش عامل احتبار للنضاره اللي لابسها بتقول انا بروفيسور يا ابني؟ طيب يعني ده ليه علاقه؟ يعني ده اسم من الصفه. هو يعني اسمه كده، هو اسمه ديرتي. هي الشركه عرفت منه راحت مسميها ديرتي. غريبه قوي الشركه دي، غريبه غريبه. يعني اخلف ابني اسميه قذر؟ ما اعرفش. طيب ده قذر اخلف ابنه بيسميه اي حاجه بلعه مثلا. قذر اوبريتنج سيستم غيره. نيكست. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسله تكنولوجيات. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن نظام تشغيل الويندوز. بس قبل ما نعرف ايه هو الويندوز، لازم نعرف ايه النظام اللي كان شغال قبل الويندوز ده، او بمعنى صح لازم نعرف ايه هو النظام القذر. الدوس، القذر، البلاع. هو مفيش بينه وبينه عداوه والله، بس هو اسمه كده فعلا، ديرتي اوبريتنج سيستم. فطبعا يعني تابعوا معانا لاخر الفيديو عشان هيكون فيه تفاصيل مهمه قوي. ماشي، واعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب، اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم دايما كل جديد. وبس يلا نخش في التفاصيل. يلا 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 بينا. خلينا بقى نعرف نظام التشغيل ازاي بدأ لحد ما وصل يعني لنسخة ويندوز 10 اللي هو 10. اولا نظام الويندوز هو نظام تشغيل رسومي تابع لشركة مايكروسوفت، وبدأ يظهر من خلال شركة مايكروسوفت في عام 1985، وفي وقتها كان اسمه مايكروسوفت ويندوز 1.0. بس خلينا قبل ما نتكلم عن نظام الويندوز لازم تعرفوا ان قبلها الاجهزة كانت شغالة بنظام اسمه الدوس، والنظام ده كان عبارة عن شاشة سودة، وكل حاجة كانت بتتم بناء على كتابة الاكواد. يعني كان المستخدم لما بيجي يستخدم الدوس ما كانش في حاجه زمان اسمها واجهه رسوميه بقى وماوس وماي كمبيوتر ودوكمنت والايقونات والصور اللي احنا بنضغط عليها، لا كان زمان كل حاجه بتتكتب في شاشه الدوس السوداء عباره عن اكواد، وانت عن طريق الكود ده تقدر توصل للحاجه اللي انت عايزها. واللي اخترع النظام ده كان اسمه تيم باترسون، والسبب اللي خلاه يوصل لاختراع الدوس ده هو اختراع اول كرسي صلب للاجهزه الشخصيه اللي هي اجهزه البي سي، يعني اللي بتبقى عندنا في البيوت اللي هو عباره عن شاشه وكيسه وماوس وكيبورد. وانتشر الكرسي الصلب ده بشكل كبير، وكل ده كان عام 1900. المهم ان نظام الدوس ده كان معمول للاجهزه الشخصيه دي اللي كانت بتشتغل وقتها مع معالج من شركه انتل اسمه 8086، واللي شركه انتل طورته لشركه اسمها سياتل كمبيوتر، وده كان سبب رئيسي في ان شركه سياتل اصدرت نسخه من نظام الدوس باسم كيودوس 0.1 في شهر 7 عام 1980. وفي شهر 12 عام 1980 اتكتب الجزء 0.3 من نظام الدوس، وقام قايم تيم باترسون بعرضه على شركه مايكروسوفت، وقامت ساعتها شركه مايكروسوفت اشترت الحقوق التجاريه للنظام الكيودوس، وساعتها سموه باسم ام اس دوس، وهي اختصار لمايكروسوفت دوس. وكمان شركه مايكروسوفت قدرت تعمل تعاقد مع شركه اسمها اي بي ام، والشركه دي كانت في وقتها تنتج الحاسبات الشخصيه او الاجهزه الشخصيه البي سي، والاتفاق ده كان بينص على ان شركه مايكروسوفت هتنزل نسخه الام اس دوس على جميع الاجهزه اللي بتنتجها شركه اي بي ام. وبصراحه كانت حركه ذكيه جدا من شركه مايكروسوفت بانها تسوق نظام الام اس دوس اللي هي اشترته. طيب ما حدش سال نفسه بقى كلمه دوس دي جت منين، او ايه الكلمة الأصلية اللي إجا منها الاختصار دوس؟ أكيد محدش فيكم هيعرف. طيب خلاص أنا هقول لكم. بصراحة الموضوع ده قليل أوي الكلام فيه، وحاولنا إن احنا نبحث على قد ما نقدر، وكل الكلام اللي كان موجود حوالين الموضوع ده إن كلمة دوس جاية من كلمة ديرتي أوبريتنج سيستم. وبصراحة أنا مستغرب ليه شركة تسمي الأوبريتنج سيستم بتاعها باسم ديرتي، وخصوصا إن ديرتي معناها في اللغة الإنجليزية حاجة مش محبوبة. يمكن عشان مثلا بيشتغل بناء على الأكواد يعني والشاشة السوداء، فعشان كده شايفينه ديرتي. ديرتي ديرتي مش مشكلة، ولو أخذنا أول حرف من الثلاث كلمات دول ديرتي اوبريتنج سيستم هنلاقيه بيؤدي لكلمه دوس. طيب خلينا نسيب دلوقتي الدوس على جنب ونرجع بقى ونعرف قصه الويندوز ده جت ازاي. تاريخ نسخ الويندوز بيرجع لسبتمبر عام 1981، وده لما تشيز بوب صمم اول نموذج لجهاز الكتروني، ومن هنا وتحديدا بدا مشروع مدير الواجهه، وتم الاعلان عنه في نوفمبر عام 1983. وكل ده كان بعد نظام كده اتعمل من قبل زمان كان اسمه ابل ليزا، وده كان قبل ما ابل تتهور وتقدم نظام الماكنتوش.
وبالفعل سموا مدير الواجهة ده في وقتها باسم ويندوز، ولكن رسميا اول نسخة صدرت من الويندوز كان عام 1985 وكانت باسم ويندوز 1.0، وكانت ساعتها النسخة دي فيها مشكلة في الاداء الوظيفي بتاعتها وحققت شعبية قليلة جدا مقارنة بنظام تشغيل ابل في وقتها. ويعتبر ويندوز 1.0 ما كانش مكتمل قوي، ولكن كانت مجرد بداية لتطور الويندوز، ومن هنا بقى بدأت المعركة. بس الاول لازم تعرفوا ان ويندوز 1.0 كان مزود ببعض التطبيقات المهمة جدا زي الحاسبة والتقويم والساعة وكمان لوحة التحكم والمفكرة وكمان الرسام، ولكن للأسف ما كانش فيه خاصية تدخل النوافذ. وخاصية تدخل النوافذ دي عبارة عن انك لما بتفتح مجموعة من النوافذ كده ما بتبقاش موجودة فوق بعض زي اللي احنا بنشوفها حاليا في الويندوز. لو انت فتح اكتر من نافذة بتلاقوهم موجودين فوق بعض، فما كانتش الميزة دي موجودة في وقتها. وبدأنا نوصل لسنة 1987، وقامت ساعتها شركة مايكروسوفت منزلة النسخة الثانية من ويندوز وهي ويندوز 2.0، ودي كانت ببساطة كده النسخة المعدلة من 1.0، وكان فيها طفرة كبيرة جدا من التحسينات، ولكن معرفش ليه كانت شعبيتها اقل من نسخة ويندوز 1.0. وقدرت النسخة دي بالفعل من ان هي تحقق خاصية تداخل النوافذ بحيث ان النوافذ تظهر عادي فوق بعضها وهي مفتوحة. وهنا بقى كانت اول معركة رسمية بين شركة ابل وشركة مايكروسوفت. وبالفعل شركة ابل رفعت قضية على شركة مايكروسوفت واتهمتها بانها اتعدت على حقوق الملكية. بس المميز في نسخة ويندوز 2.0 انها قدمت اختصارات لوحة المفاتيح بتطور اكبر، وكمان كان لها القدرة على استخدام الذاكرة الموسعة. وبعدها على طول شفنا ويندوز 2.1 واللي نزل بنسختين، اول نسخة منه كانت ويندوز 386 وتاني نسخة منه كانت ويندوز 286. وفي ناس كتير لحد وقتنا هذا مفكرين ان اول نسخ نزلت من ويندوز كانت بتحتوي على واجهة بسيطة جدا، وده لان معظمهم كان بيستخدم قبلها المايكروسوفت دوس وتعودوا عليه كنظام لخدمات الملفات، فبالنسبة لهم الواجهة دي حتى لو كانت رخمة ما كانتش سهلة، فبالنسبة لهم حاجة بسيطة وسهلة لان كانوا بيعتمدوا على الاكواد. وبدأ بعدها تطور بقى يحصل بدرجة كبيرة جدا عام 1990، وهنا بقى ظهرت النسخة الثالثة من ويندوز وهو ويندوز 3.0. وفعلا النسخة دي قدمت كتير جدا من التحسينات، ونقدر نقول من هنا بداية توحش شركة مايكروسوفت، وده لان شركة مايكروسوفت اعتمدت هنا على كتابة المهام الحرجة من لغة السي الى لغة الاسمبلي. وكان فعلا ده اول اصدار من شركة مايكروسوفت حقق ارباح ناجحة جدا لدرجة انها باعت 2 مليون نسخة في اول 6 شهور من الاعلان عنه. وبعدها في 31 مارس عام 1992 قدمت نسخة معدلة باسم 3.1، ورجع تاني في اغسطس عام 1993 قدموا نسخة منه ولكن كانت متوافقة مع شبكات الند للند، ودي اللي بنسميها في الشبكات بير تو بير نتوركينج. وصلنا بقى ل 14 اغسطس عام 1995 وشفنا ويندوز 95 وبداية الطفرة القوية والنقلة الجامدة جدا في شركة مايكروسوفت. وبدأت شركة مايكروسوفت من اول ويندوز 95 تعتمد على واجهة المستخدم كائنية التوجه، اللي من الاخر كده بتعتمد على الكائنات، وكمان دعم الاسماء الملفات الطويلة بيوصل لحد 255 حرف، بالاضافة الى كمان قدرة النظام ده على ان هو يتعرف على المكونات بتاعت الجهاز ويهيئها بنفسه، وكمان مع تعدد مهام جديد، وكان بيشغل تطبيقات 32 بت، وكانت كل دي تغيرات ثورية جدا عن نسخة 3.1. وبعدها في عام 1998 شفنا النسخة اللي عليها الدور اللي هي النسخة 98 من شركة مايكروسوفت، ورجعوا نزلوا اصدار من النسخة دي تاني في مايو عام 1999. وبعدها بسنة شفنا ويندوز اسمه 2000، وطبيعي من اسمه يعني كان نازل سنة 2000. ومن بعدها اتقسمت عائلة الويندوز الى خطين، الخط الاول هو الخط الخاص بالعملاء وده بيحتوي على نسخ ويندوز اكس بي وفيستا و7 و8 و8.1 وويندوز 10، والخط ده هو اللي بيعتمد على انتاج انظمة تشغيل للاجهزة اللي هي الشخصية زي الاجهزة البي سي اللي موجودة في المنازل والمكاتب، وكمان اجهزة اللابتوب اللي هي الاجهزة الشخصية المحمول. اما الخط الثاني كان بيحتوي على ويندوز سيرفر، ومن اسمه سيرفر، ومن اسمه سيرفر يعني خاص بالاجهزة الخوادم. طب ثواني بس، يعني ايه خادم؟ بصراحة اسئلتك كتير جدا، وعشان كده هجاوبك على السؤال ده وهختم الفيديو. واكيد متوقع انك هتستنى الجزء الثاني علشان تعرف وصلنا ازاي لويندوز اكس بي وفيستا و7 و8 و8.1 وكمان ويندوز 10، ودي ليله كبيره قوي سعادتك يعني. المهم بقى، اجهزه الخادم هي اجهزه كمبيوتر عاديه جدا ولكن بتتميز بمواصفات قويه ومميزه عن الاجهزه البي سي اللي هي الاجهزه الشخصيه، وده بقى لان حضرتك لما ربنا يكرمك كده ويكون عندك موقع معين عشان تخلي الناس تخش على الموقع بتاعك لازم يكون عندك جهاز سيرفر موجود عليه الموقع ده، وعشان الناس تخش على الموقع بتاعك ده من الاجهزه بتاعتها لازم تتصل بالسيرفر بتاعك اللي عليه الموقع. وللعلم يعني سيرفر يعني جهاز خادم، الاثنين واحد، فعلشان كده اكيد لازم تكون مواصفاته قويه. طب خلينا نذكر مثال عشان تفهم اكتر. انت عارف انك لما بتخش على موقع زي فيسبوك كده على سبيل المثال، يعني ازاي بقى موقع الفيسبوك ده بيتعرض عندك؟ بص بقى يا سيدي، اول ما تبدا تكتب الرابط اللي هيظهر لك على الشاشه ده بيبدا جهازك يبعت رساله للجهاز الخادم او السيرفر الرئيسي
الرئيسي اللي موجود عليه موقع الفيسبوك اللي هو موجود في امريكا، بحيث ان هو يدي لجهاز حضرتك موافقه علشان تعرض موقع الفيسبوك عندك. وبالفعل الجهاز السيرفر ده بيرد على جهاز حضرتك بالموافقه، فبعد ما بيرد بالموافقه على طول بيتعرض الموقع بتاع الفيسبوك عندك على الجهاز، وكل ده بيتم في اقل من ثانيه ومن غير كمان ما انت تاخد بالك. واكيد عمرك ما كنت تعرف الموضوع ده. شفت بقى الموضوع مليان تفاصيل كتير ازاي ومعقده، علشان كده لازم تستنى الحلقه الجايه لان في تفاصيل كتير ومهمه جدا هتفيدك. بس كده، وبكده نكون وصلنا معاكم لنهايه الحلقه دي من سلسله التكنولوجيات. بس لسه طبعا الكلام عن موضوع نظام التشغيل ويندوز ما انتهاش في الحلقه دي، لسه في جزء ثاني هنتكلم فيه عن بدايه الطفره القويه مع ويندوز اكس بي، وبعد كده فيستا، وبعد كده ويندوز 7، وبعد كده ويندوز 8، وبعد كده ويندوز 10. تاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد، وخليك طبعا متابع لكل الفيديوهات اللي احنا بننزلها في السلاسل الثلاثه بتاعتنا، واخرهم السلسله الجديده سلسله ابداع. وانتظروا اول فيديو في السلسله ان شاء الله يكون يوم الخميس الجاي. بس كده استنى كده استنى اللي لسه ما اتفرجش على البرومو بتاع سلسله ابداع هيظهر لك هنا في الايه فوق، خش بسرعه اتفرج عليه قبل حلقه يوم الخميس. خلصت كده؟ اكيد. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.